Šu, bet tak 20 jaar, tak pro. Man, bar, bar. Sie chill hat. Ja. Ja, aber ah, was heißt das? Ja, John Schneider. Oh my god. مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. حاليا نازلين انا وماريو. كان مفروض نعمل تشيت ميل قبل بس صراحة ما لحقنا لان ماريو كان عنده كتير شغل. فهلا مثل ما شايفين الساعة 10. هلا اللي راح يكونوا موجودين بالفيديو هو انا وماريو وجو اميليو. جو واميليو ما قدروا ينزلوا معنا، راح يكونوا ناطريننا. راح ننزل نجيب الساندويشات ونرجع نطلع وهن راح يكونوا ناطريننا فوق. وبس هيك هلا بنشوف شو الساندويشات اللي راح نجيبهم وبنرجع نتلاقى. هنكون اليوم عم ناكل ملك الطوق. ليك مين عم تحكي خيك؟ اه سأله شو بده؟ خيك هيك بده؟ ايه برو ليك؟ انت شو قلت لي بدك طوق بلا شو؟ بلا بندورة وبلا شو؟ اوكي ماشي اوكي ماشي حبيبي يلا كبير يلا اوكي بقى بس في واحدة منهم فيها كل شيء فيها كل شيء واثنين بركة صح 100% لا ما تقول لي ما بيفتح لبرا تعا تعا افتح لي بيفتح لبرا ولا ما بعرف بيدفع رح نرجع نتلاقى دغري عند ماريو. برو بدك تفتح لي الباب. يا جماعة صراحة أنا ميت من الجوع. قلي من الصبح بلا أكل لأن عندي تشيت ميل وعأساس قلنا منجرب نعملها غدا للتشيت ميل بس ماري ما كان قادر. فا يا مثل ما شايفين يا جماعة جبنا ملك الطابور. هلا صراحة أنا ما بعرف إذا دخلت ملك طابور بس بلبنان أو بكل البلدان. ما بعرف. يعني ما بعرف انا اذا في ملك طوق برات لبنان، اذا في حدا عنده ملك طوق ببلده يكتب لي بالكومنتس. صراحة كنا ناطرين جو ليوصل وتأخر كتير بس يلا ماشي الحال. هلا اللي راح نكون عم نعمله انه انا مثل ما شايفين عندي هون ساندويشين طوق وتشيكن برجر اسمه كريسبي اجان كريسبي اجان وهون عندنا كمان اثنين كريسبي اجان لاميليو. هون عندنا وحده طوق كبير لماريو واثنين طوق كبار لجو. انا وماريو وجو اول شيء رح نكون عم نعمل التحدي مين في ياكل اسرع اول ساندويتش. وبعد ما نخلص اول ساندويتش انا رح جرب اكل الباقي. بدنا ندلعها ولا المهم تخلص من قدامنا؟ لا خلص تمنا لا لا يعني ما مش انه مين بي. طيب الشبيبه الطيبه كيفكم؟ طيب رو جاهز؟ انا جاي. انا ما خلصت فيكم ها؟ لا لا انت تسلى برعوال بدك اياه. جاهزين؟ ميلي انت الحكم ها؟ مين؟ ثلاثة
اول خليل بعدين كان مسائي فوق برو شو كان مسائي اتمنى التاني ده اما التاني ما بعرف مين مين التاني تاني جوياس لا مش دقيقان برو ما وسعك حنكك؟ انا وجاني حنكك التمرين حنك هي ما بخيب لكم ظنكم انا انا اكيد كنت اقولكم معين انا رح خلص اول شيء صراحة انا ما حبيت اشرب بيبسي انا عم باكل لانه هن ماما عم بيبسي ما بدي كنت كنت عم ظابط بلع الطهوق بلع ما يلعبوسها يمكن شو اتضايقت؟ برو عضى الحنك بكرة بدي فيها معضي يا هلا رح احط لكم انا الوقت قد طلعت معنا قد طول انت طلعت تقريبا اخذت معنا عرفني بعد شي دقيقه انا حاكل الكريسبي اجان بس جايز شكله لازم افرجيكم على لانه شكله كثير بشهي شايفين؟ بعدنا؟ روجعت لي راسي زيادة. رح اكل أول لقمة حدكم. حط لك توتاي. أنا توقعت كلنا نحوزي. أنا كمان بسمع. بس برو شو هالتشانل؟ اي لازم ناكل شيء اصغر يمكن تاكلهم زمان جوعان ما بياكلهم يمكن تاكلهم بس بتتضايق برو انا اخر لقمه علقتها هون وفتحت انا هكا ما شاء الله لاحظت برو انا اخر شيء ما يعني نفس اللقمه اكلتها انت قبله فتحت امه قبله ما حدا فتحت امه فاضي فتحتوا لي تمكم لا انا كان فاضي بس انا كنت بظلهم بخي ماري فتحت امه هيك لا انا كنت فاتح بلا فتحت كان في شيء بكره بنشوف بالكاميرا اخي الهم مش 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 عم فيني احكي برو وجع راسي ما اكلناش يعني انا ما انبسطتش فيه يا اخي ما انبسطت بالثانية مش بعد بس ما انبسطتش شو بقى بيقول لك؟ يعني هتنزلش حمام وهيدي بتروح هيدي ليه؟ لا عن جد لا والله ما بتنبسط فيها اخر مرة انا بعمل ايه بس قصدي انه ما بتشبع يعني ما بتنبسطش فيها شو خلص؟ شو انت عم تاكل لتشبع؟ لا بس اكلت بسرعة ما بلحق تشبع دغري لك ما انا ما بدي اكل كمية انا بدي انبسط انا عم باكل ليه قلت انت تبع جو لا اكلت اثنين انا ما صحتان تقول له شبع؟ اكلت بعده اول وحدة بدك بيبسي؟ لا انا طيب بدك بيبسي جيب لعبة لك دار بدك تعلمني كيف تقطع كتفة؟ بعرفش انا ماني شايف كيف روح شد قبل ما شو هي؟ اوه برو قرب قرب على الكاميرا قرب قرب لا لا ما حيط هيدا انا عندي منزوع هداك زابي طب برو انا في اعمل او انت بتعمل لي اياها؟ اذا فيه مشكلة ايه بطاقة كده هيدا اخ او ماي جاد تاني اخ بس فقش واحد جايز على فكرة انتو هيدا الشيء ما تجربوا تعملوه يعني بعيد عن الشر يقعد يفك كتفكم او شيء وصلوا للفيديو تبع خليل ولو تعرف كم مره عدته شو هو عيونه هو عم يدكش الارض ضحكت كثير ها برو خيابنا والله ما عم بمزح برو انا لو ما جربت افتح ايدي ما كنت قلبت بس انا عم جرب افتح ايدي برو انا والله حرام هذا لا انا كتفي هون وقعت فتلي وركبت الشمال مثل ما شايفين انا خلصت وحده كريسبي اجان وحده طوق وحده ونص طوق هي بعد في نصها بس ما شو قادر اكل وهيك بنكون وصلنا لنهايه هيدا الفيديو ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب باي باي